أهلا بكم إلى العالم هذا المساء، أنا رشا قنديل. هذه هي العناوين. القوات العراقية المشتركة تقول إنها باتت على وشك إعلان النصر الكامل وتحرير مدينة الموصل من تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية. متى يتم الإعلان عن طرد مسلحي تنظيم من المدينة؟ وماذا عن باقي المناطق التي لا زالت تحت سيطرته؟ إلى أين تتجه الأنظار بعد الموصل؟ طلب من الأشقاء في الكويت، لأنه استقبلوا رد الأشقاء في قطر اليوم وعساس يسلموه لنا وللدول الأربعة. السعودية وحلفاؤها يمهلون قطر يومين إضافيين للرد على المطالب لإعادة العلاقات معها. ما الذي دفع الأطراف المقاطعة لإعطاء مهلة ثانية للدوحة ونبحث في الآثار الاقتصادية لإطالة أمد الأزمة على كل الأطراف؟ واشنطن تستثني مطار أبوظبي من الحظر المفروض على حمل أجهزة لوحية عند السفر إلى الولايات المتحدة. لماذا مطار أبوظبي تحديدا؟ وماذا عن الإجراءات التي يتعين على باقي المطارات اتباعها للنجاة من القائمة الأمريكية السوداء؟ أهلا بكم. نبدأ من معركة استعادة سيطرة الحكومة العراقية على مدينة الموصل. القوات العراقية قالت إنها استعادت السيطرة على جامع بلال الحبشي القريب من شارع النجيفي في المدينة القديمة للموصل ومنطقة مكاوي، كما وصلت تقدمها في المناطق المتبقية من المحور الجنوبي. فرق الشرطة الاتحادية نظمت استعراضا أمنيا في جنوب المدينة استعدادا لإعلان النصر على تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، إعلان تأخر كثيرا بحسب متابعين لأجواء المعركة وفصولها. ناقشنا من قبل وسألنا إن كان السبب هو تكتيكات التنظيم، جاءت الإجابة بالنفي، وأن مساحة سيطرته على المدينة أو الجانب الغربي الأخير منها تقلصت وباتت نحو 500 متر بحسب المسؤولين العراقيين. سألنا كذلك عن مستقبل التنظيم بعد طرده من المدينة، جاءت الإجابة أن مستقبله بات على المحك في الأراضي العراقية رغم استمرار سيطرته على بعض المدن التي لم تحن بعد ساعة الصفر لانطلاق معارك استعادتها. ما الذي يؤخر الإعلان عن طرد التنظيم من الموصل إذن؟ ومتى تبدأ بقية معارك طرد عناصره من تل عفر ونينوى مثلا؟ أطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفي بعد هذا التقرير. معارك ضارية باتت تشهدها مئات الأمتار التي يتمركز فيها مقاتلو تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية بعد أن فقدوا سيطرتهم على معظم مناطق مدينة الموصل. القوات العراقية المشتركة قصفت بالمدفعية وبالطيران أجزاء من المدينة القديمة. تقول القوات العراقية إنها تواجه ازديادا في الهجمات الانتحارية التي يشنها مقاتلو التنظيم، لكنها أضافت أنها تواصل تقدمها لإعلان ما سمته النصر النهائي. اليوم باشرت قطعات فرقة الرد السريع بالتقدم من جنوب المدينة القديمة باتجاه المركز حسب الأهداف المرسومة إلى من قبل قيادة العمليات. اليوم وصلت بوقت قياسي جدا إلى شارع خالد وليد في عمق المدينة القديمة، قتلت عدد كبير من الدواعش الأجانب وتحرير بعض الأهالي، كذلك تفكيك المحلات والدور السكنية والسيارات المركونة على جانب الطريق ورفع العبوات المزروعة في المكانات الاستراتيجية. آلاف المدنيين فروا من مناطق القتال، لكن لا يزال كثير منهم عالقا هناك. ومع ازدياد الهجمات الانتحارية على نقاط التفتيش الأمنية، باتت قوة الأمن تطلب من بعض المدنيين خلع ملابسهم قبل اقترابهم من حواجزها لما تقول إنها دواعي أمنية. 8 أشهر مرت منذ بدء إطلاق ما سمتها الحكومة العراقية معركة استعادة الموصل، استطاعت فيها القوة العراقية المشتركة المدعومة بطيران التحالف الدولي إخراج مقاتلي التنظيم من معظم مناطق المدينة التي كانت تعتبر معقلهم الأول. إلا أن كثيرا من المدنيين سقطوا في المعارك التي شهدتها الموصل، وتقدر إحدى مجموعات الرصد عدد المدنيين الذين قتلوا فقط بسبب غارات طيران التحالف الدولي الذي يدعم القوات العراقية بقرابة 900 شخص من السكان المحليين.
أفتح نقاشا موسعا أبدأه بطرح النقاط الأمنية فيما يتعلق بالذي تبقى للإعلان عن النصر الأخير. من بغداد ينضم إلي الخبير الأمني والاستراتيجي الأستاذ جاسم حنون، أهلا وسهلا بحضرتك. من عمان الدكتور باسل حسين نائب مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، أهلا وسهلا بحضرتك. هنا في الاستوديو الدكتور غسان العطية مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية، أهلا وسهلا بك دكتور غسان. ننتظر أن ينضم إلينا ضيف رابع متحدث باسم القوات العراقية. بداية هي من بغداد. أستاذ جاسم، برأيك الإعلان الذي يعني يجري الحديث عنه تقريبا كل يوم، ماذا ينقصه لكي يصبح أمرا واقعا؟ تحرير الموصل، إنهاء تنظيم الدولة في العراق، ماذا تعتقد حضرتك؟ شكرا جزيلا لتحيرك ولضيفك الكريم ومشاهدكم الكرام. هنالك خمسة أحياء أو خمسة مناطق هي متبقية على القطاعات العسكرية العراقية، واليوم جميع المحاور هي اليوم تتجه صوب تحريرها، منطقة السماك وكذلك الخاتونية وأيضا الشهوان ورأس الكور وكذلك بعض المناطق الأخرى التي هي فيها يتواجد عدد قليل من عناصر التنظيم، وهي في مساحة جغرافية صغيرة جدا حتى يتم الانتهاء من الأعمال العسكرية وتدخل القطاعات العسكرية العراقية طور تطهير المباني وكذلك الطرقات والمحال التجارية وأيضا إجلاء تلك العائلات وتقديم الخدمات لهم. هذا ما ينقص التوقيت الحقيقي للإعلان، وأنا باعتقاد القطاعات العسكرية العراقية أنجزت المهمة العسكرية بشكلها التام، لكن ما يدور اليوم في مثل هذا المسرح للعمليات وهذه الرقعة الجغرافية قد لا يشكل عبئا كبيرا على القطاعات العسكرية العراقية، وتحديدا أن ما تبقى من المقاتلين هم من جنسيات أجنبية وهم انغماسيين ويحملون أحزمة ناسفة وبدأوا يعني يطلقون أو يفجرون أنفسهم على القطاعات العسكرية في تلك الأماكن، مما يكون التقدم بحذر شديد على المواقع المراد استهدافها وكذلك طيب. تحريرها من قبل قطاعاتنا العسكرية. أنا أتوقع حسب متابعتي سيتم الإعلان يوم بعد غد بذات التوقيت الذي خرج فيه البغدادي في يوم 5 يوليو من عام 2014، سوف تأخذ القطاعات العسكرية العراقية نفس هذا التوقيت ويخرج رئيس الحكومة طيب. العراقية لإعلان انتهاء العمليات العسكرية في تلك الأماكن. ما رأيك دكتور باسل، هل هذا هو ما ينقص تنقية الأحياء العراقية الخمسة المتبقية من عناصر تنظيم يعرف بالدولة الإسلامية إلى جانب الفرز بين المقاتلين الأجانب وبين العرب الموجودين، ولا هناك أمور أخرى في التكتيك المستخدم من جانب القوات العراقية منذ البدء في معركة غرب الموصل؟ بدأ مساء الخير سيدة رشا وضيفي الكريم والمشاهدين. أهلا وسهلا. لا بالتأكيد هنالك يعني مسألة مهمة، أن العمليات العسكرية العراقية يعني تحاول الاستعجال في إعلان النصر ولعدة الأسباب. هنالك ضغط سياسي كبير جدا في مسألة إعلان النصر. لو أنت تلاحظين هنالك حتى استعجال من القيادات السياسية العراقية، والغريب أن هنالك حتى من سبق السيد يعني رئيس الوزراء مثل على سبيل المثال رئيس الوزراء السابق نور المالكي حينما أعلن النصر حتى قبل أن يعلنه القائد الفعلي اللي هو السيد العبادي، بمعنى هنالك محاولة لسياسيين لاستثمار هذا الحدث. هذا الضغط السياسي موجود إضافة للعمليات العسكرية الجانب الأمني اللي يعني موجودة في خاصة الآن ربما المربع الأخير ومربع الميدان، وحينها ستتم العملية. صحيح أنه كمدينة يعني كمدينة موصل ممكن تنتهي، لكن إحنا لدينا حقيقة لدينا تل أحفر، لدينا الحويجة، لدينا يعني عانة، راوة، القائم، بمعنى أن هناك مدن لا زالت يعني كثيرة ومساحات شاسعة تسيطر عليها ويسيطر عليها التنظيم. بالتأكيد هنالك مقاومة شديدة، خاصة هنالك المتبقي هو العناصر الأجنبية. كثير من يعني المقاتلين العراقيين ربما من السهل أن ينسلوا ما بين أو يذوبوا ما بين المدنيين وحتى يتجاوز نقاط التفتيش وهذا ما حصل، لكن بالنسبة للمقاتلين الأجانب من الصعب أن يتجاوز النقاط لأنه هناك اختلاف اللغة ويكشفون، وبالتالي ليس لديهم إلا القتال آخر رمق. هذا القتال حقيقة هو يعني ربما الآخر رمق، هو ربما يعاقر يعني جزء منه إعلان النصر. طيب، من قواعد الاشتباك إلى استراتيجية التخطيط لهذه المعركة منذ البداية دكتور غسان، أهلا وسهلا بحضرتك. ما تعقيبك على النظر إلى ما بعد؟
ولو كان ما بعد آنيا، يعني الحديث عن أنه ربما تتسرب عناصر من التنظيم في حواضن اجتماعية، أن يكون هناك صعوبة في الفرز، ألا يكون هناك ممرات آمنة للمدنيين خوفا من أن يتسلل يعني معهم عناصر من التنظيم، بالإضافة طبعا إلى المقاتلين الأجانب. شكرا، سؤال مهم، إجابته تحتاج إلى مؤلفات. الجانب الأول أن العملية العسكرية أشبه ما يكون الطبيب يقول العملية نجحت ولكن المريض مات، كذلك العملية العسكرية تنجح وتنجح مؤكد، لكن السؤال ماذا بعد العملية العسكرية؟ هناك الآلاف، مئات الآلاف من النازحين والمهجرين، خاصة أبناء الموصل غير الموصل، من سيؤويهم؟ من سيوفرهم السكن؟ هذه لا وجود إجابة لها. اثنين، ما هو الوضع الإقليمي تجاه العملية؟ هم يريدوا استغلال دحر داعش لمصالح ذاتية، فبالنسبة إلى إيران دحر داعش ضروري، لأن ممكن تستفيد من دحرها بأن تخلق ممر بري من طهران إلى لبنان عبر سوريا. الأتراك حسموا أمرهم وبدأوا بالتدخل بتركيا بسوريا، والأمس ضربوا في العراق كذلك بها. إيران كذلك أخذت موقف وبدأوا يتصرفوا كلهم من مصالحهم. المشكلة الأساسية نحن في العراق، من هو يتكلم كعراقي؟ ليس كشيعي، ليس سني أو شيعي، هذا الرقم غائب إلى اليوم. السؤال المطروح هو الآن أزمة هوية، من نحن؟ فبالتالي من يقاتل باسم السنة هو يعتقد أن نظرته محصورة بالسنة، والشيعي كذلك، خاصة الشيعة المرتبطين بإيران، والكردي منقسمين على بعضهم، من يستفيد من دحر داعش وكيف يستغلها لصالح الخاص؟ لا وجود لفكر عراقي. هذه الأزمة بتقديري داعش تبقى قوية بالعراق وتستغل التناقضات الطائفية والأثنية، وتبدأ ليه؟ لفشل البديل العملي. الطرح اللي مطروح الآن والأرض مهيئة له هو أن يقوم تحالف، أو كما العراق يعتبر الآن رجل المريض في المنطقة، وكذلك سوريا، دولة عثمانية تهدمت ولكن قامت الحركة الأتاتوركية واسترجعت أنفاسها. العراقي يتطلع إلى حركة نهضوية تعيد لمته. هذا الرقم العراقي إلى الآن رغبة شديدة للعراقيين، لكن على الأرض الواقع لم يتجسد. ما تطرحه حضرتك الآن هو رؤية استراتيجية جامعة للمشهد العسكري والمشهد السياسي. أريد أن أفصله مرة أخرى في سؤال إذا ما سمحت لي لضيفي الأستاذ جاسم. أستاذ جاسم، على صعيد المشهد العسكري ينبغي لكل عملية يكون لها تأمين للمواقع التي يتم تصفيتها أو تنقيتها أو تحريرها من وجهة نظر القوات المقاتلة. بالنظر إلى الإجراءات التي شاهدناها طوال فترة تنفيذ العملية حتى في شرق الموصل، الحواجز الأمنية التي تمت إزالتها في بغداد، إعادة أو عودة ظهور التنظيم إلى مواقع أخرى من التي كان قد اختفى منها، ما المعد لكي لا تتكرر هذه المشاهد مرة أخرى بعد إنهاء الوجود في الموصل للتنظيم؟ سيدتي فقط أعقب على قضية واحدة قالها الدكتور العطية، أنه التنظيم سيبقى قويا في العراق. أنا أختلف معه تماما، التنظيم في أضعف حالاته، خسر أكثر من 190 ألف كيلومتر مربع في العراق، وكذلك فقد أكثر من 3 مليون دولار يوميا كان يحصل عليها من تهريب نفط الخام والآثار، وكذلك فرض الأتاوات والجباية من الأهالي. فقد أكثر من 4600 آلية ومعدقة سيطرة عليها منذ عام 2014. فقد أكثر من 35 ألف مقاتل من قيادات وآمري له وولاد في تلك المناطق. فقد الحاضن في العراق، وأيضا الانتصار جاء من مشروع وطني. أنا باعتقادي التنظيم في أضعف حالاته ولا يقوى ولا يستطيع على الصمود والمكوث أمام القطاعات العسكرية ولو لساعة واحدة في أي من المعارك. أتكلم لك عن 93 معركة منذ آب لعام 2014 ولحد لحظة فقدها تنظيم داعش. أين تنظيم داعش؟ سيعود إلى الوضع الأمني وليس العسكري، يقوم بمهاجمة الأهداف الساكنة والآمنين والأبرياء، وهذا ديدن هذه التنظيمات الإرهابية في قتل الأبرياء في كل مكان في العالم وليس في العراق. أما بخصوص الإجراءات ما بعد الأمور العسكرية، نحن هذا حديث مع كامل احترامي له يحمل قدرا من العاطفية، لأنه التنظيم أساسا هو استغل فراغات سياسية في كل الدول ليس فقط في العراق ليشكل له حواضن، عانى بالتجنيد لاستقطاب يعني العناصر العاملة معه سواء المستقدمة من الخارج أو الموجودة داخل العراق، وهذه يعني استعانى بالفراغ السياسي والأزمة السياسية التي كانت موجودة في العراق. هذه الأمور لم تتغير، وبالتالي التفريخ هو أمر لا يمكن القضاء عليه بمعركة عسكرية. تفضل. أتفق تماما، أنا لا أعول على المعركة العسكرية، وكل من يعول على المعركة العسكرية واهم.
لا يمكن للبندقية أن تنهي موضوعة فكر راديكالي وكذلك هذا الإجرام الذي يطور نفسه بشكل غريب ويحدث دائما أساليبه وأسانيده التي يعتمد على مهاجمة الأنظمة السياسية وكذلك كيفية إرباكها. أنا أتفق تماما، الجنبة العسكرية من الممكن أن ننتصر وننتصر ونحرر الجغرافيا، لكننا لا نستطيع أن نصل إلى حالة الاستتباب الأمني. علينا أن ندعم هذه الانتصارات بقرارات سريعة، بإيجاد لحمة وطنية، بقرار وطني، بأيضا توظيف كل القدرات الوطنية من أجل أن نجد رأس رمح من أجل مواجهة هذا التنظيم. لا تزال بعض القوى السياسية في العراق هي تنتمي إلى داعش فكرا وسلوكا، لكنها لا تستطيع أن تجهر. هناك من يشترك في العملية السياسية في العراق لكنه غير معترف أو منتمي إلى المشروع الديمقراطي في العراق ما بعد 2003. لا تزال البواعث والمؤثرات في العراق هي ذاتها التي جلبت داعش، وقبلها القاعدة، وقبلها التوحيد والجهاد، وقبلها منشور المجاهدين. أنا باعتقاد إن بقيت الأمور على هذه الحالة ولم نجد أي تغيير في الجنبة السياسية سوف ينتج لنا مشروع آخر مشابه إلى داعش لكن بمسمى آخر وبذات الآلية بقتل الأبرياء والآمنين. تعتقد ذلك دكتور باسل أن المشروع سيكون مختلفا إذا ما يعني حدث أو وقع أو تم تفريخ جديد منه، خصوصا ونحن نعلم أن معركة الرقة على الأبواب وبالتالي قد تستغل الأنفاق إذا ما كان لا يزال منها يعني ما هو عامل بين الموصل وبين الرقة، بين النقاط الموجودة بين الجانبين؟ ماذا تعتقد حضرتك رؤية عسكرية لهذا الطرح؟ يعني أولا قبل كل شيء أنا مفيد جدا الإشارة إلى التفريق ما بين التنظيم داعش، يعني داعش الظاهرة وداعش التنظيم. داعش التنظيم واضح جدا أنه تأكيد أنه سيذهب إلى إما إلى المناطق اللي يسيطر عليها في داخل العراق، على سبيل المثال ربما سوف يحاول التسلل إلى الحويجة أو إلى يعني تل العفر أو إلى القائم أو راوة أو عانة، إضافة إلى ربما هناك على الرغم من أنه أغلقت كثيرا من الطرق الموجهة إلى الرقة ومن الصعوبة الوصول إليها، لكنه أيضا أثبت التنظيم أنه قادر على يعني إيجاد بطرق أخرى إيجاد منافذ الوصول إلى الحدود السورية. لكن الأهم جدا في مرحلة ما بعد داعش هو مناقشة أو معالجة يعني داعش الظاهر، بمعنى الأسباب التي أدت إلى ظهور داعش. هذا مهم جدا. أولا هنالك داعش بقي فترة طويلة في يعني الموصل وفي المناطق التي سيطر عليها ما يقارب أكثر من سنتين، وبالتالي هو ربما خلق حتى أجيال صغيرة يعني اعتقدت وآمنت بها، وبالتالي هنالك محاولة إعادة يعني دراسة هذا الجيل الذي يعني الصغير اللي بدأ، وكثير من كانوا انتحاريين هم من أعمار يعني في الفترة الأخيرة أعمار صغيرة جدا، وبالتالي هذا يشكل عامل أساسي. إضافة إلى دائما إحنا ما كانت هناك مقاربة أمنية دون المقاربة الاجتماعية أو الاقتصادية، هذا طلب جهد كبير فضلا عن الاتفاق السياسي. إحنا كنا نعترف كثيرا أن المسار العسكري متقدم كثيرا عن المسار السياسي، لا وجود المسار السياسي لا في الموصل ولا في بقية المناطق الأخرى، ولا بقيت قواعد الحاكمة التي حكمت العراق قبل 2014. أنا أضمن لك أن داعش سيعاود يعني من جديد، لكن ربما بطريقة أخرى، ربما بولادة أخرى تكون أكثر تشددا، طالما لا يوجد هذا التوافق السياسي وهنالك انفصال سياسي وعدم وجود هذا سواء المشروع محاولة الآن في اجتماع أخير سيعقد في 15 لقيادات سنية محاولة لإنشاء بدي سني من أجل إعادة أيضا، ربما هذه كلها يعني محاولات ل يعني إحياء العملية السياسية، لكن هناك كثير من الطرق مسدودة وحاجة إلى إعادة حقيقة نظر جدية فيها. وهنا مكمن الخطورة كما أشرت حضرتك في البداية دكتور غسان، أمر له علاقة بالتمترس سواء التمترس الطائفي أو الأحزاب السياسية أو التكتلات الموجودة في العراق أصلا. هل تقرأ حضرتك تغيرا في شكل التكتلات مع محاولة حماية المناطق التي مفترض لها يعني ديموغرافية معينة سكانيا، مع محاولة تكريس عدد من الأطراف خلال معارك الموصل لتعزيز مكون دون آخر في عدد من المدن؟ خلي أكون دقيق محدد. 2010 تم ضرب القاعدة في الأنبار وغيرها، ولكن سوء أداء الحكومة المركزية خلق البيئة المناسبة لظهور داعش،
وأتفق مع الأخوان من بغداد ومن عمان بأن النصر العسكري ليس هو اللي نتحقق 2010، لكن سياسيا أدى أخطاء سياسية خلقت. الآن من القابضين على السلطة، من قادر أن يكسب عقول وقلوب أبناء المناطق المنكوبة؟ ما موجود. التركيبة السياسية الحالية، أنا أسفل، تكرار تجربة مماثلة للصحوات يعني مثلا؟ اللي لا، الصحوات أفشلت من قبل حكومة، لم تعطى رواتبهم، سرحوا وغير ذلك. اليوم التركيبة السياسية الطائفية والإثنية غير قادرة أن تولد حلا اجتماعيا وسياسيا يستجيب لمتطلبات المناطق المنكوبة. بتقديري الانتخابات والأحزاب المسيطرة غير مستعدة أن تضحي بمصالحها الخاصة من أجل إنقاذ العراق. مصالحها تأتي أولا إن كان الشيعية أو سنية، وبدل ما أن تأتي مقاربة عراقية نجد هناك طرف سني مدعوم من هنا وهناك يريد يعقد مؤتمر يأخذ شرعية التمثيل السني. هذه كلام هروب من الواقع ولا يؤدي للمزيد. السؤال المطروح الآن عمليا، وهذا النقطة اللي أود أن تصل، هي أن السيد العبادي هو الفرصة الوحيدة اللي بيده، هو البرلمان الحالي ينتهي أداءه في 2018 في شهر الثالث أو الرابع. بتقديري إن أعيدت اللعبة الانتخابية على الطريقة التقليدية فسيدور الوضع الحالي إلى ما هو عليه بتعديلات هنا وهناك غير قابل على أن يحل مشكلة العراق. الفرصة هو أن العبادي يستفيد من حل البرلمان بمرحلة انتقالية طارئة يعتمد على دعم شعبي قوي له، وبالتالي ممكن أن يمشي البرنامج الجديد. هذا واحد. اثنين، إذا الانتخابات لابد أن تجري، فالعبادي هو الشخص المؤهل أن يقدم قائمة كما عمل بفرنسا ماكرون، يقول أنا عندي برنامج والبرنامج صريح وواضح، وعندئذ أأكد لك سيلتف حوله ليس فقط الشيعة والسنة وإنما حتى الأقلية وحتى بعض الأكراد وحتى التركمان. إذا قدر أن يطرح هذا الطرح ويكون قائمة انتخابية وحدوية يقودها العبادي، عندئذ ممكن أن تعطي فرصة للعراقيين وتقوي ويقول أعطوني الصلاحيات كي أنفذ اللي أريده، لكن لا تضعوني بين النار وجهنم. بس حضرتك طرح طرح له علاقة حتى بخلاف رأيناه سياسيا محتدما تطور إلى ما قد يرقى إلى يعني درجة يعني على حواف الاقتتال بين حتى المكون الشيعي سياسيا، وبالتالي المسألة سيكون يعني ذلك سيفتح بابا أيضا للتنافس. بالضبط. أما الآن هذه العقدة الآن يحتاج طيب. من يكسرها؟ نعم. إن أردنا نعمل عجة علينا نكسر البيض. الآن السؤال أن نتكلم بنفس اللغة ما 14 سنة لا تفيد، والحديث المظاهري ديمقراطية وانتخابات لا تفيد. نعم. أما العباد يرأس قائمة جديدة ويعمل تحالف شعبي واسع، طيب. وأما حكومة طوارئ انتقالية وعندئذ يقدر يتحمل. الآن ما حد يتحمل المسؤولية. أعطيك مثل، العباد يراد يقوم بإصلاح وأنهى النواب الرئيس، نواب الرئيس عادوا، وتسألي ماذا يعمل النواب رئيس الجمهورية؟ لا شيء نهائيا. طيب. بس أنا لا أريد أن أتخطى النقطة التي حضرتك طرحتها، أريد أن أطرح منها يعني أن أحصل على ردي فعل قبل أنهاء الحوار مع الأستاذ جاسم. أولا أستاذ جاسم، قضية أنه في علم الحكم أو التكتيك وارد أنه يكون هناك عدو واحد يعني يتكتل حوله حتى المختصمون أو الفرقاء، لكن ما بعد داعش، ما بعد تنظيم ما يعرف الدولة الإسلامية، سيكون هناك أسئلة كثيرة أمنية يجب يعني أخذها في الاعتبار، لها علاقة أيضا بالمحاصصة. عم بكل تأكيد سيدتي، يعني واحدة من نتاجات العملية السياسية في العراق وحالة التشقق في الميدان السياسي العراقي أنتجت مثل هذه المشكلات، عملية توافقات وقفز على الدستور وعدم احترام القوانين واللجوء إلى الاتفاقات، وكذلك الكثير من الصفقات السياسية أعطت فرصة إلى البعض منهم الذي هو غير مقتنع بما يدور في العراق بأن يزاول أعمال إجرامية على حساب القانون العراقي أو الدخول من بوابة تشريعية أو الحكومية. أنا باعتقادي إن لم نصل إلى جذر المشكلة في العراق وهو الميدان السياسي العراقي ونضع الحلول الناجعة في هذه الفترة، سوف لن ننتج أمن في المستقبل يستطيع المواطن أن ينعم بنظام ديمقراطي على أساس تشققات سياسية وحالة من عدم وجود وحدة قرار وطني بهذا الموضوع. أساس الإرهاب في كل مكان
مكان في العالم تجده على يقوم على أمرين، واحد الفساد والأخرى الحاضن. تجد الفساد في المؤسسة السياسية والحكومية، نعم، وكذلك في بعض المفاصل في العسكرية والأمنية، والحاضن تجده متوفر من بعض السياسيين الذين يحاولون أن يدفعون بهلاك النظام السياسي في العراق. وهذا شاهدناه في البداية دكتور باسل، له علاقة بتوجيه أصابع الاتهام إلى طائفة أو مذهب، وبعض العشائر طبعا كان بتقديم حاضنة أو التعاطف مع التنظيم في البداية خالص، في بداية قبل حتى بدء المعارك مع التنظيم. كيف، ما هي الضمانة ألا يتكرر ذلك على الأقل كي لا يشار بالبنان إلى مكون دون آخر ويحدث ما لا يعني يراد، وهو عدم تحقيق العدالة السياسية والاجتماعية بناء على هذا الفكر؟ ولذلك قلت ينبغي التفريق ما بين تنظيم داعش الظاهرة والتنظيم. الظاهرة والأسباب التي أدت إلى ظهور داعش لا زالت متوافرة حقيقة، وبدون حلها جولات العنف حقيقة أنا أتوقعها ستكون قادمة، لأن حين كل نظام سياسي يولد ويولد معه أدوات الحل، أهم أداتين أساسية هو الدستور والمؤسسات. الدستور هو جزء أصبح من المشكلة، لأنه يتضمن كثير من يعني النصوص القابلة للتأويل، ويملك حق القوة يملك حق التأويل حصرا، إضافة إلى لا توجد حقيقة مؤسسات. لدينا هياكل لكن لا توجد في علم المؤسسات الحقيقة هناك دولة مؤسسة، وبالتالي هذا النظام السياسي عاجز عن التقدم إلى الأمام أمام هذا الواقع الذي نعيشه. وبالتالي حتى مسألة أنه طرح أنه هذا المكون السني اللي احتضنه لم يأتي من حقيقة من فراغ، لأنه يعني بالضبط أشبه الكيا، حينما يعني لا تضعيني في قطار لن أكون حريصا على هذا القطار حينما يخرج عن السكة. بالضبط هكذا وجد المكون السني أحيانا نفسه أنه خارج هذا القطار، خارج العملية السياسية يعني بصورة كبيرة. هنالك احتكار للقرار السياسي بيد المكون الشيعي، هذا يمكن نعترف به يعني جيدا. بس لأنه ذلك سيفتح باب كل دكتور باسل، أنا أعتذر من حضرتك، لأنه ذلك سيفتح باب لنقاش آخر له علاقة بالرد والرد من الطرف الآخر، وأنا في الواقع وقتي انتهى. بس أنا أريد أن أتوقف عند نقطة مهمة حضرتك طرحتها، تشبيه بليغ في الواقع له علاقة بالقاطرة، من الذي في القطار وبالتالي من الذي سيكون حريصا ألا يخرج هذا القطار عن السكة. لا يعني لا أستطيع أن أجد خاتمة أفضل من ذلك. شكرا جزيلا للدكتور باسل حسين، نائب مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. من بغداد الخبير الأمني والاستراتيجي السيد جاسم حنون، أشكرك شكرا جزيلا. طبعا أخيرا وليس آخرا دكتور غسان عطية، مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور. العالم هذا المساء متواصل مع حضراتكم، نتابع فيه أيضا. السعودية وحلفاؤها يمهلون قطر يومين اثنين إضافيين للرد على المطالب لإعادة العلاقة معها. واشنطن تستثني مطار أبو ظبي من الحظر المفروض على حمل أجهزة لوحية عند السفر إلى الولايات المتحدة. أهلا بكم مجددا. يومان إضافيان تم منحهما للدوحة للرد على مطالب السعودية والإمارات ومصر والبحرين من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الخليجية. وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثان كان قد سلم أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رد بلاده على قائمة المطالب العربية المقاطعة للدوحة، ما دفع الأخير إلى طلب مهلة إضافية لدفع جهود الوساطة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أجرى اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي والأمير القطري للإعراب عن مخاوفه بشأن النزاع بينهما، أزمة يبدو أن فصولها ستزداد مع تشبث كل طرف بموقفه. السؤال الآن، ماذا عن الكلفة الاقتصادية؟ يعني تعالوا نحسبها بالورقة والقلم، من الخاسر ومن الرابح من إطالة أمد هذه الأزمة؟ قطر هي قالت إنها تستطيع العيش لعشرين عاما بل لعشرات السنين من دون أن تعاني بما تصفه بالحصار.
دعكم من هذه التصريحات، تعالوا نعطي أمثلة. كوبا، كوريا الشمالية، فنزويلا، إيران، ليبيا مثلا، كل هذه الدول خضعت لعقوبات اقتصادية. هل تأثر اقتصادها؟ نعم تأثر، ولكن إلى أي مدى؟ نحتاج لآراء الخبراء. إذن بعد هذا التقرير أفتح النقاش. وزير خارجية قطر يسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح رد بلاده على مطالب السعودية ومصر والإمارات والبحرين، رد جاء بعد أن وافقت الدول المقاطعة على تمديد المهلة 48 ساعة بطلب من أمير الكويت. إجراءات المقاطعة ستصعد في حال أصرت الدوحة على موقفها الرافض لمطالب الدول الأربع ولما تصفه بمحاولة الوصاية على قرارها المستقل بعد اتهامها بتمويل ودعم الجماعات والمنظمات المصنفة في خانة الإرهاب. تصعيد المقاطعة سيلحق خسائر كبيرة بالاقتصاد القطري، بعضها تحقق وبعضها الآخر قادم على الطريق، منها تخفيض تصنيف قطر الائتماني درجة واحدة فور اندلاع الأزمة، خسارة الريال 10% من قيمته، زيادة عجز ميزان المدفوعات القطري بسبب ضعف الريال، إعاقة خطط تطوير البنى التحتية والمشروعات الاقتصادية الوطنية، إلحاق خسارة بشركة الطيران القطرية، إعاقة مشروع 200 مليار دولار الخاص باستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، خسارة الأسواق الخليجية المستوردة والمصدرة، وكساد في فنادق قطر الراقية وأسواقها التجارية. في المقابل ستواجه الدول المقاطعة خسائر كبيرة، منها خسارة الدول المقاطعة للسوق القطري والاستثمارات القطرية، وخسارة سوق العمل القطري، فحجم التجارة القطرية مع دول الخليج يبلغ نحو 12% من حجم تجارتها الكلية. ستتحمل السعودية والإمارات والبحرين الجزء الأكبر منها، لكن حجم الاقتصاد القطري رغم ضخامته قياسا بعدد سكان قطر لا يقارن بحجم اقتصاديات الدول المقاطعة البالغ أكثر من 4 تريليونات دولار، إضافة إلى مساحاتها الجغرافية وعدد سكانها واستثماراتها وعلاقاتها الاستراتيجية، وضع يجعل قطر الخاسر الأكبر حتى وإن اتجهت شرقا وغربا لتعويض خسائر بيتها الخليجي العربي. للنقاش ينضم إلي في الاستوديو الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى البزركان، أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. ومن الدوحة الأستاذ مصطفى عبد السلام الكاتب المختص بالشأن الاقتصادي، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ مصطفى. البدء من ضيفي في الاستوديو. دكتور، صحيح أنه قطر تصف ما هو واقع عليها بأنه حصار والدول تصفه بأنه مقاطعة سياسية أولا قبل أي شيء، لكن هناك جانب اقتصادي يناقش ضئيلا. هل تستطيع هذه الدول تحمل كلفة أن تخرج قطر من النسق المالي لدول مجلس التعاون؟ دعني أوضح نقطة، أنه إن كانت عقوبات وأتمنى أنه لا تتحول إلى حصار، هذه العقوبات في أي عقوبات في العالم هناك دول الكل خاسر، ولكن لا يمكن لأي شخص عاقل أنه يقول خسارة الدول التي فرضت العقوبات هي أكثر من خسارة قطر، لا يمكن ذلك ما لأي سبب من الأسباب. ولذلك نرى أنه منذ فرض هذه العقوبات كانت هناك تحركات دولية، يعني تم تخفيض المستوى الائتماني لقطر، تراجعت قيمة الريال القطري، تم فرض حظر على تعامل بخمسة مصارف بريطانية عن الريال القطري، هناك خطوات أخرى. يوم السبت الماضي تم تقديم طلب من خلال الدول الفارضة للعقوبات إلى اجتماع للسلع تابع لمنظمة التجارة العالمية، وكان أنه يؤكد على أنه هذه الخطوات هي ضمن التشريعات الدولية وتحت لائحة 21، الفقرة 21 من لائحة منظمة التجارة العالمية. ولذلك برأيي المتواضع أنه هذه الخطوات هي باتجاه إضعاف الاقتصاد القطري. قد يقول البعض أنه قطر لديها خزين من الأموال 330 مليار، صحيح، ولكن لكل شيء ثمن. لا يمكن أنه مقارنة الاقتصاد حينما يكون لا يفرض عليه عقوبات
ولا حصار بالاقتصاد الذي هو في حالة تحت العقوبات وتحت الحصار. ما رأيك أستاذ مصطفى، مع كامل احترامي لكل ما قيل تقنيا، بس كمشاهد وكمتلقي، مفهوم أنه لما يكون هناك 3 أو 4 أو 5 دول مجتمعة على فرض مقاطعة اقتصادية على دولة، هي ستضار أكثر؟ ما تقوله قطر بأنه تستطيع أن تعيش 20 سنة أو ربما أكثر تحت هذا الوضع، هل هذا منطقي اقتصاديا؟ يعني خلينا حضرتك ان انا بس اشير لبعض النقاط السريعه اللي جاءت في التقرير او على لسان ضيفكم الكريم. يعني اولا الريال القطري لم يتراجع لسبب بسيط، وهو ان الريال القطري مربوط بالدولار منذ عشرات السنوات، وبالتالي هو يتداول عند 3.65 للبيع و 3.64 للشراء. يعني هذا السعر موجود على شاشات البنوك منذ الأزمة وحتى الآن، وموجود على شركات الصرافة. هذه نقطة. النقطة الثانية التي تحدث عنها ضيفكم الكريم بخصوص 5 بنوك بريطانية أوقفت التعامل مع الريال، هذا الإيقاف كان مؤقت وبسبب إجازات وبسبب قيام إحدى الشركات الصرافة التي تعمل في دبي بعدم توريد ريال قطري للشركات للبنوك البريطانية، وقد تم تجاوز هذه الأزمة. البنوك القطرية بتتعامل مع يعني آلاف البنوك حول العالم، ولنفترض أن 5 بنوك أو حتى 10 بنوك توقفت عن الريال، هذه ليست مشكلة. الأمر الثالث في الأزمة أن الكل خاسر، قطر خاسر، السعودية خاسر، الإمارات خاسر، والخاسر الأكبر في تقديري هي البحرين. كيف السعودية والإمارات والبحرين خاسرة أستاذ؟ كويس. حجم التبادل التجاري ما بين قطر ودول الخليج في حدود 10 مليارات دولار، بتعادل النصف، يعني 5 من قطر و5 من الدول الأخرى. وبالتالي إذا توقفت التجارة ما بين الأطراف المتنازعة في دول الخليج، يعني معناها أن هناك 10 مليارات دولارات ستتوقف، وهو ما حدث الآن. أيضا السعودية خاسرة لأن هناك شركات غذائية وشركات مواد بناء وشركات متعددة كانت هي المورد الرئيسي للسوق القطري. هذه الشركات توقفت وحاولت أن تدخل السوق القطري عن طريق الاتفاق مع مصدرين أتراك، لكن المسألة لم تخفق. الإمارات على سبيل المثال تستورد 30% من احتياجاتها من الغاز من قطر، ولديها علاقات تجارية ضخمة جدا مع قطر، وبالتالي كل ذلك توقف. أنا لذا قلت أن الكل خاسر. ما رأيك دكتور مصطفى؟ والله بيني وبينك يعني سبب تصعيد هذه الأزمة هي هذه الآراء المتشددة، هذه الآراء التي لا تعكس رأي اقتصادي بقدر ما هو رأي إعلامي. لماذا؟ لأنه هذه ليست حقائق. يعني حينما يقول أنه 5 أو 10 مصارف، نحن نتكلم عن 5 مصارف بريطانية، أحدها من يملك يعني حصص بنك أوف إنجلاند، وزارة الخزانة البريطانية، هذه التي تجعل أنه قطر لا تعيد التفكير في موقفها. ولا ننسى وهذه حقيقة، ما هو سبب هذه العقوبات؟ السبب هو بداية هو هناك تهمة بتمويل الإرهاب. هذه التهمة لا يمكن لأي دولة في العالم أن تغض النظر عنها، ولذلك سنرى أن هناك بعض الخطوات التي قد تكون هي تجديد لهذه العقوبات، ولو أنا شخصيا أتمنى أنه يكون هناك حل لهذه الأزمة حتى لا تتصاعد هذه الأصوات التي تحاول جاهدة حرق الأخضر واليابس. هل أفهم حضرتك أنه هذه الخطوات ستكون خطوات ائتمانية أو بنكية لمراقبة التداول المالي لقطر، بما أنه هذه هي يعني لائحة الاتهامات المقدمة من جانب الدول الأخرى في مجلس التعاون ومصر؟ دعيني أوضح نقطة، وليس هناك سر. منذ 9 حزيران شركات عديدة بريطانية، شركات تأمين، إعادة التأمين، مؤسسات مالية، مصارف، وضعت كافة العقود مع قطر أو مع الأشخاص أو الشخصيات القطرية، حولتها إلى أقسام تسمى قسم التأكد من صحة هذه العقود.
ولذلك أنا أعتقد أنه هذه الخطوات هي لضمان مصالح هذه المؤسسات المالية. لماذا؟ لأنه المصارف والمؤسسات على سبيل المثال في بريطانيا وحتى في الولايات المتحدة خسرت مئات الملايين من الجنيهات الاسترليني والدولارات كغرامات لأنها لم تتعامل بجدية مع بعض العقوبات التي فرضت على دول أخرى. ولذلك قد يكون هناك الاجتماع القادم يوم الأربعاء في القاهرة لإعادة النظر أو لبحث ما هي الخطوات القادمة. أعتقد أنه قد يكون هناك تجديد لهذه الخطوات، هناك قد يكون هناك إيقاف للتعامل المصرفي في هذه المجال، وخاصة هو أساسا إيقاف التعامل بالريال القطري. بس مدة المهلة يومين إضافيين يا دكتور بعد انتهائها مساء الأمس أو فجر اليوم، وهذا أيضا يطرح تساؤلات. هل طبعا تساؤلات سياسية والعسكرية والاستراتيجية هذا أمر آخر نطرحه في مجاله، ولكن أنا سؤالي هو أليس ذلك تحسبا أيضا لما سيطال كل الأطراف، بما أن حضراتكم اتفقتما على أن الجميع خاسر في هذه المرحلة؟ هل ذلك كان عامل في اتخاذ القرار بتمديد المهلة 48 ساعة إضافية؟ كان هناك طلب من قطر باتجاه الدولة الوسيطة وهي الكويت، وتم تحقيق هذا الطلب بتمديد المهلة لمدة 48 ساعة، وحسب ما نقلت وسائل الإعلام أنه اليوم وصل الرد القطري إلى الكويت. صحيح. ولذلك أنا أعتقد أنه الكل يعيد النظر، ولكن لا ننسى أنه السبب الرئيسي لا يمكن الغض عنه مطلقا. طيب ما رأي حضرتك في ذلك أستاذ مصطفى؟ طيب خلينا حضرتك يعني أوضح مبدئيا أن سياسات الدول لا ترسم بآراء إعلامية، وبالتالي ما أقوله لا يحرك دول كما أو يحرك سياسات دول كما قال ضيفكم الكريم. الشيء الثاني هو أنني عندما أستند لأرقام رسمية صادرة عن مؤسسات دولية. بمعنى هل ينكر أحد أن قطر لديها واحد من أكبر صناديق الاستثمار في العالم بيدير أموال 335 مليار دولار؟ هل ينكر أحد أن هناك احتياطي ضخم من النقد الأجنبي لدى قطر في حدود 34.5 مليار دولار، وهذا الاحتياط يعد ضخم جدا مقارنة بعدد السكان؟ هل ينكر أحد أن هناك استثمارات أجنبية بتقدر في حدود 144 مليار دولار ما زالت بتستثمر في قطر؟ وبالتالي القصة كما قلت أن الجميع خاسر من هذه الأزمة، وطبعا شخصيا أتمنى أن يتم احتواها بشكل سريع. طيب بس هو لأنها تقديم قد تمتد إلى المواطن نفسه. ينبغي يعني اتخاذ أمور بعين الاعتبار لها علاقة بالعمالة الموجودة في قطر، لها علاقة بمن سيتأثر حتى لو كان هناك المخزون المالي أو المخزون البضائعي، لكن الحياة يعني بالتأكيد ليست على طبيعتها على أقل تقدير، وبالتالي ما الذي يمكن أن يكون في هذا الرد له علاقة بالجانب الاقتصادي لكي لا يضار أحد؟ ما الذي قدمته قطر من وجهة نظر حضرتك أو من قراءتك في هذا الجانب في ردها من وجهة نظرك؟ يعني أولا على مستوى المعيشة حضرتك، السلع والمنتجات متوفرة، وأي أحد يزور محل تجاري في قطر سيجد كل السلع متوفرة. إذا كانت أغلقت يعني المواني والمطارات والحدود البرية أمام منتجات أربع دول أو خمسة دول أو حتى ستة دول، هناك طبعا بدائل لجأت لها قطر، شركاء تجاريين مهمين مثل الهند على سبيل المثال، جنوب شرق آسيا مثل تركيا، اليونان وغيرها. طيب. وبالتالي قصة الأسواق يعني هناك استقرار. الجانب الاقتصادي الكل لابد أن يحتويه لسبب واحد وبسيط، وهو أن المستثمر الأجنبي يتعامل مع المنطقة ككل. طيب. كيان واحد. نعم. إذا زادت المخاطر في قطر على سبيل المثال تعني لدى المستثمر الأجنبي زيادة المخاطر السياسية في منطقة الخليج وليست في دولة بعينها. وهي نقطة أشار إلى يعني طرف خيطها الدكتور مصطفى بزركان منذ البداية، أمر له علاقة بسمعة هذه البلاد في المحافل الاقتصادية الدولية. ولكن يا دكتور كيف يمكن أن نرى أشكال التكتلات الاقتصادية إذا ما وقع ما لا يحمد عقباه أيا كان ما جاء في هذا الرد
كيف يمكن للكيان الاقتصادي الخليجي أن يلتئم من دون قطر، وبالتالي كيف يمكن للخارج أن ينظر للخليج من دون قطر، والقواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في الخليج أكبرها في قطر؟ بداية لا بد من التأكيد أنه الاحتياطي المالي لقطر لا يمكن أنه يصرف على هكذا مصاريف هي ثمن لموقف قطري تجاه دول شقيقة. هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة إلى قطر، وقد يكون هناك تداعيات أخرى أو خطوات أخرى وسمعناها من على لسان مسؤولين خليجيين، وهذه بالتأكيد تؤثر على الوحدة الاقتصادية، ولكن لابد من التأكيد على نقطة أنه حينما اتخذ هذا القرار بالتأكيد لابد أن هناك خطوات أخرى تتبعها، وتتمكن الدول الباقية في مجلس التعاون من احتواء هذه الأزمة من خلال علاقاتها. يعني على سبيل المثال لا يمكن أنه نقول حينما يكون هناك إيقاف أو توقف العمل بتحويلات بالريال القطري هذا يؤثر على الريال السعودي، لا بالتأكيد لكل دولة لديها علاقات ولديها عملة، لكن حينما يكون أي عملة دولة تحت طائلة التشريعات الدولية هي هذه المشكلة التي ستؤثر على الكيان الاقتصادي الخليجي، وبالتالي لا بد لخطوات مهمة لاحتواء هذه الأزمة، وبالتالي حينما تكون قطر خارج هذه الوحدة الاقتصادية سيكون لكل حادث حديث. شكرا جزيلا لضيفي في الاستوديو الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى البزركان، شكرا جزيلا لحضرتك، ومن الدوحة الأستاذ مصطفى عبد السلام الكاتب المختص بالشأن الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ مصطفى. الولايات المتحدة ألغت حظرا كانت قد فرضته على حمل المسافرين أجهزة الكمبيوتر المحمول داخل الطائرات، وذلك على الرحلات القادمة من العاصمة الإماراتية أبوظبي. قالت إن الاتحاد للطيران إن نفذ إجراءات أمنية أكثر صرامة كانت مطلوبة لرفع الحظر. رحبت شركة الاتحاد للطيران يوم الأحد بالخطوة، وأعادت الفضل في اتخاذها إلى إنشاء منطقة للحصول على موافقة مسبقة من إدارة الهجرة الأمريكية في مطار أبوظبي الدولي قبل صعود المسافرين على متن الطائرة المتوجهة للولايات المتحدة. لا حظر بعد الآن على اصطحاب المسافرين إلى الولايات المتحدة على طيران الاتحاد الإماراتية أجهزة الكمبيوتر المحمول داخل الطائرة. الاتحاد للطيران التي رحبت برفع الحظر من قبل السلطات الأمريكية قالت إنه تم تنفيذ إجراءات أمنية أكثر صرامة كانت مطلوبة لإلغاء الحظر. الشركة كشفت عن إنشاء منطقة للحصول على موافقة مسبقة من إدارة الهجرة الأمريكية في مطار أبوظبي الدولي قبل أن يتمكن المسافرون من الصعود إلى طائراتها المتوجهة إلى الولايات المتحدة، ما سمح لها بالوفاء بالمتطلبات الأمنية الأمريكية. وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قالت من جانبها إن مسؤولي إدارة أمن النقل تحققوا من تنفيذ الإجراءات بشكل سليم. أما الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة مطارات أبوظبي عبد المجيد الخوري فقال إن مسؤولين أمريكيين أجروا تقييما للمطار مساء السبت الماضي، وأوضح أن الركاب لن يتعرضوا لإزعاج يذكر بسبب الإجراءات الجديدة، ولن يتغير الوقت الذي يحتاجه المسافر إلى الولايات المتحدة لإتمام إجراءاته. الاتحاد للطيران تعد شركة الطيران الوحيدة التي تسير رحلات مباشرة من أبوظبي إلى الولايات المتحدة بواقع 45 رحلة أسبوعيا بين أبوظبي والولايات المتحدة. وكانت واشنطن فرضت حظرا على اصطحاب المسافرين أجهزة الكمبيوتر المحمول معهم داخل الطائرات في الرحلات القادمة إلى البلاد من 10 مطارات في 8 دول، هي مصر والمغرب والأردن والإمارات والسعودية والكويت وقطر وتركيا. واستهدف الإجراء التصدي لمخاوف من احتمال إخفاء قنابل في أجهزة إلكترونية داخل الطائرات. للنقاش ينضم إلينا من واشنطن المحلل السياسي الدكتور عاطف عبد الجواد. دكتور عاطف أهلا وسهلا بحضرتك. ومن القاهرة كابتن طيار محمد زمزم رئيس الشركة المصرية للمطارات سابقا، أهلا وسهلا بكما. البداية من واشنطن دكتور عاطف، ما ماهية هذا الإجراء؟ لماذا لماذا يستثنى مطار واحد من مطارات كثيرة حتى مع الإعلان عن الإجراء المتخذ في هذا المطار له علاقة برقابة أمريكية ما؟ لا تزال هناك الطائرة، لا تزال هناك بوابات، يعني هناك أمور تقنية كثيرة سنناقشها مع الكابتن بعد لحظة. ثلاثة أسباب. السبب الأول هو أن مطار أبوظبي أو شركة الاتحاد تقوم الآن بعمليات مسح إلكتروني جديدة وإضافية
بالإضافة إلى إجراءات أمنية لم يكشف النقاب عنها بطبيعة الحال لأنها مسألة أمنية، ولكن وصفت هذه الإجراءات بالمنظورة وغير المنظورة. اثنين، يتواجد في مطار أبوظبي مجموعة من الأمريكيين من المختصين بأمن المطارات ورجال الجمارك الأمريكيين، هؤلاء يشرفون فعليا داخل مطار أبوظبي على أمن وتأمين الرحلات الجوية من المطار إلى الولايات المتحدة. هذا السبب هو الأهم في الواقع. والسبب الثالث أيضا يرتبط بالسبب الثاني وهو مهم للغاية، وهو أن إجراءات دخول الولايات المتحدة الآن تتم في مطار أبوظبي قبل الإقلاع وليس عند الوصول أو بعد الوصول إلى المطارات الأمريكية. هذا يعطي الأمريكيين الفرصة ليس فقط للإشراف عملية على عمليات الأمن في مطار أبوظبي وعلى متن الاتحاد طائرات الاتحاد، وإنما أيضا فرصة لاستجواب الركاب لسؤالهم لماذا هم ذاهبون إلى الولايات المتحدة، يستكشفون خلفيات الركاب، يعرفون ماذا يحمل هؤلاء الركاب. إذن هذا هو السبب في استثناء مطار أبوظبي. طيب كابتن زمزم، إذا ما نظرنا إلى المراحل أو الخطوات الأمنية التي يعني تستأهل الراكب أن يكون آمنا راكبا آمنا على متن أي طائرة منذ بدء دخوله المطار، ما الذي كان منتقدا منها من وجهة نظر حضرتك في القرار الأمريكي متابعة تقنيا لما جرى منذ بدء الإعلان عن هذا القرار بحظر الطيران على الست دول؟ هو حضرتك أساسا لم يكن هناك إجراء جديد. طبعا بالنسبة لأبوظبي كما قال السيد الفاضل، الإجراءات التي تتم في الولايات المتحدة الأمريكية أو مطاراتها تتم داخل مطار أبوظبي قبل إقلاع الرحلة. بالنسبة لإجراء تشغيل أجهزة الكمبيوتر واختبارها قبل الصعود إلى الطائرة، هذا الإجراء متبع من سنين طويلة في بعض الدول، وعلى سبيل المثال كنت في زيارة لمونتريال عام 2004، وأثناء العودة تم تفتيش اللابتوب وتم تشغيله، وهذا إجراء ليس بجديد. الجديد في الموضوع هو القرار الأمريكي، نتيجة أن دول تضررت من هذا الإجراء، فاشترطت الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم السماح بصعود الراكب بصحبة أجهزته الإلكترونية بشرط أن يتم إجراء تشغيل واختبار للأجهزة قبل الصعود إلى الطائرة. عادة الإجراءات الأمنية بتتم قبل دخول الراكب إلى المطار، ثم في صالة الإجراءات، ثم المنطقة المعقمة، بعد ذلك في المنطقة المعقمة، بتسمى المنطقة المعقمة لأنها كما يتم في غرفة العمليات تجهيز المريض، فلذلك بتسمى بالصالة المعقمة. طيب. الإجراء الوحيد الجديد هو تفتيش الأجهزة الإلكترونية قبل الصعود إلى الطائرة، وهذا سيستغرق بعض الوقت، ولذلك بعض الدول طلبت السماح بإرجاء الموضوع لمدة أسبوعين إلى 3 أسابيع حتى تتم تجهيز الاستعدادات اللازمة لذلك. طيب. بالنسبة للموضوع الذي قاله الزميل، أريد بس أن أتوقف هنا المعلومات لحظة التي تتم قبل إقلاع الطائرة وقبل وصول الراكب إلى الولايات المتحدة. منذ أحداث سبتمبر بيتم إرسال كشف بجميع الركاب من جميع دول العالم المتجهين إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل إقلاع الرحلة، ويتم الموافقة على الركاب فردا فردا قبل الصعود إلى الطائرة. أنا أتذكر أنه إبان 2001 دكتور عاطف، يعني أنا سئلت سؤال في مطار JFK أنه إذا كنت أحمل مواد متفجرة ولا لا، وبصراحة وجدت أنه السؤال يعني ماذا سأقول، يعني نعم، يعني بالتأكيد كان الأمر محيرا. بس الآن القرار أصلا في ماهيته دكتور عاطف عبد الجواد كان له علاقة
بقرار سياسي متعلق على ما فهمنا بدول اعتبرتها الولايات المتحدة أو اعتبرها دونالد ترامب وإدارته غير آمنة. على الرغم من ذلك تم استثناء دول مواطنوها بالفعل ارتكبوا على أرض الولايات المتحدة أعمال إرهابية، إلى جانب دولتان تم استثناؤهما مؤخرا، العراق بعد الإعلان عن الخطوة المبدئية، وبعدين الآن مطار واحد هو مطار أبو ظبي. كيف يمكن النظر إلى الاستثناءات بالأساس مع ماهية الخطوة التي فهمناها منذ البداية دكتور عاطف؟ أعتقد أن هذه الخطوة فيما يخص مطار أبو ظبي هي تمهيد لتعميم هذا، رفع القيود هذه على بقية المطارات في المطارات التسعة المتبقية في دول الشرق الأوسط المعنية. ولكن إذا التزمت هذه المطارات بإجراءات مماثلة لإجراءات التي تطبق الآن في أبو ظبي، وأهمها بطبيعة الحال دعوة أو السماح لفريق أمني أمريكي بالتواجد في هذه المطارات للإشراف على العمليات الأمنية وإجراءات الدخول والتأشيرة وما إلى ذلك. لكن يجب أن نفرق هنا بين مجموعة الدول، مواطني الدول المحظور دخولهم إلى الولايات المتحدة بمقتضى أمر رئاسي أصدره الرئيس ترامب، هذه الدول أغلبيتها من المسلمين، وبين هذا القرار. إذا نظرت إلى قائمة الدول هذه وقائمة الدول تلك سوف تجدين اختلافا. على سبيل المثال المطار المصري ممنوع، يطبق عليه هذا القيد، مطارات في جدة وفي الرياض يطبق عليها هذا القيد، بينما المجموعة الأخرى من الدول تشمل إيران، ليبيا، اليمن، مجموعة أخرى. إذن لا علاقة بين الأمرين. مسألة حظر السفر على المواطنين ومسألة استثناء أو عدم استثناء مطارات من إجراءات أمنية معينة. ولكن دكتور عاطف، هذا يقودنا إلى سؤال آخر له علاقة بالشروط التي توافرت في مطار أبو ظبي لاستثنائه. النقطة الثانية منها كما حضرتك طرحتها لها علاقة بوجود أمريكي بتوظيف معين بكادر بعقود لتأمين هذه المطارات. ما حجم الاستفادة المادية الأمريكية أو الأمنية الأمريكية أو الاستخباراتية فيما بعد من هذه الخطوة بين الاستثناءات الثلاث؟ طبعا هذا بصراحة أهم نقطة أو أهم سبب في استثناء مطار أبو ظبي، لأن الأمريكيين بوجود أمريكيين فعليا في مطار أبو ظبي هم يتحكمون بالعمليات الأمنية، هم يطمئنون، هم يشرفون، هم يشاهدون بعيونهم، هم يقابلون الركاب. إذا من ناحية أمنية أعتقد هذا بحد ذاته يعطي السلطات الأمريكية هنا في واشنطن قدرا أكبر من الارتياح إزاء السماح بهذه الأجهزة الإلكترونية بالتواجد مع الركاب في مقصورة الركاب. وهنا أود أن أوضح نقطة، المسألة لا تقتصر فقط على أجهزة الكمبيوتر اللابتوب، وإنما كل جهاز أكبر ولو بسنتيمتر واحد من التليفون، الجوال أو النقال يخضع لهذه القيود. حتى أن بعض الهواتف النقالة كبيرة الحجم ممنوعة أيضا لأنها دخلت في الكادر التالي. طيب كابتن طيار محمد زمزم، في سؤال ربما هو الأخير، ما حجم التسامح أو الهامش الذي يسمح فيه بتدخل من جانب منظومة أمنية أخرى في دولة أخرى في التعامل مع أمن المطارات في دولة ما؟ ما هو البروتوكول المتعارف عليه لكي يتدخل أفراد أمن من الولايات المتحدة أو عناصر استخباراتية أو ما شابه في عمل مطار مثل مطار القاهرة أو مطارات أخرى من الدول التي يعني تعاني هذا الحظر؟ القوانين لا تسمح بذلك. مطار أبو ظبي ده حالة فردية خاصة، لأن ما يقوم بالعمل الإجراءات الأمنية هم أمريكان وليس من دولة الإمارات. بالنسبة لجميع دول العالم التي تسير رحلات إلى دول أخرى من حقها تطلب زيادة الإجراءات الأمنية وليس القيام بالتفتيشات الأمنية. يعني النقطة هنا لازم نوضحها طبقا لتعليمات الإيكاو في الأنكس الخاص بالأمن، إن جميع الدول بتقوم بعمل، خلي بال حضرتك في تفتيشات بتتم بطريقتين، يا إما إن الدولة بتخطر الدولة الأخرى إن هي هتقوم بعمل تفتيشات أمنية بفريق أمني وبترسل أسماء الفريق الأمني ويقوم بعمل مراجعة للإجراءات الأمنية، أو بيتم بطرق سرية عن طريق
لجان تقوم في نعم. بالسفر في نعم. وسط الركاب على ان هي ركاب عاديين ليتم استطلاع ورؤيه ومراجعه الاجراءات الامنيه بطريقه سريه. نعم كابتن طيار. بعد نتيجه المراجعه نعم اعتذر بعد المراجعه بتتم طلب اجراءات زياده الاجراءات او الموافقه على الاجراءات كما تتم. انا ممتنه لحضرتك كابتن طيار محمد زمزم رئيس الشركه المصريه للمطارات سابقا، اشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. شكرا. وللتحليل للدكتور عاطف عبد الجواد المحلل السياسي منضم الينا من واشنطن والزميل طبعا دكتور عاطف اشكرك شكرا جزيلا. وطبعا شكرا لحضراتكم على طيب المتابعه، القاكم غدا مساء في السادسه بتوقيت جرينتش، حتى ذلك الحين ابقوا في امان الله.